يا سبحان مولاي وسخاه لاش الرمل جعله والحجر كيف البشر سواه ورعاه يولد لاش على تاسع شهر لا هو شرك في قدرة الله لكن شفت هذا فيه سر وكيف الحي وكيف الحي لو ربي بغاه يرحل وين ما نفسه ظهر وعد الموت لا واحد دراه وكمل زيد هذا فيه سر وعد الموت لا واحد دراه كمل زيد هذا فيه سر خلقنا بشر كل حد وهواه وتسأل كيف خالفنا القدر هذا إمام ما تفوت صلاة هذا حذاه بل خالق كفر تشوف النمل تعجز كي تراه تحير شكون قراه الحذر وسر الحوت في مرمور ماه كيف يموت لو زاز البحر كيف الطير يسقط على ظناه بعد ما يجوبها سهلة وعر سر الشمس والنور وضياه يعكس كيف ضوى على القمر القمر الدور تفهم شي عليه وديما شهرها قلم الشهر وسر الشبكة علم حماه رب الكون نقضى من الخطر أشوف السر في موسى وعصاه العذراء سر كيف جاب الذكر ويونس صار طلحوت وكلاه عايم بيه ما لحقى ضرر ويوسف بعد ما البير احتواه عوض الموت في مقامه كبر واسماعيل والكبش الفداه فك الله في لمح البصر وابراهيم مولانا رعاه وسط النار ما سهداش حر وآدم ليش مولانا بغاه خليفة في الأرض بالعقل انتصر وكمل لاش وصاه ونهاه بشجرة دون منبوت الشجر وهو لاش طاوع من عصاه عدوه ابليس غره وانحدر وبتنا نصارع التوفي بلاه وهو للمعصية قاعد يجر ويا مسرار من جودة وعطاه عظيم الجاه هو في لصل سر عظيم الجاه هو في لصل سر فيكم تو من قالوا ونساه حديث الودعت عند الخبر هو خروج والشاعر نواه خذاكم بيه في وين استمر بلي يقصد وبلي نواه هذا الكل عندي ظل سر وسري لغز وانت بحث وراه